بكم مرة أخرى في الماتينال سعادة باستقبال سلمى خضير منسقة حدائق. ركزوا لي على منسقة حدائق خاطر اليوم باش تحكي لنا كيفاش نجموا نخليو في ديارنا طاقة إيجابية عن طريق النباتات. صباح خير لله. صباح خير على السلامة. بونجور وبوناني وكل عام وأنتم حيين بخير. يعيشك. سلمى على باش نحكيو على السوجي نتاعنا ما قبلنا نجم واحدة شافت حياة سينو تتغشش علينا راه. لا لا أنا ناوية ما نتغشش السنة بالكل. ما عاد يغششني شيء. انا فاطمه حبيت نوريكم كيفاش باش نخدم المقرونه المحشيه نتاع ورده هذيا اللي كوكياج هكايا شبابه برشا مزيانه وتقعد فريمون في ليتا نتاعها. انا اليوم خذيت لها رحيت شويه الحمى فروم، ساعات نرحي ستيك دودان تجي اخف، مي ساعات نسهل نلقى الحمى فروم عندي خذيته حاضر، نحط شويه ثوم فورنيتو ناكله في المعون نتاعي اللي باش نعجن فيه معناها الخليط نتاعي، خذيت الحم اللي عندي تاخذوا نص رطل 300 غرام اللي تحبوا انتوما، الوغ نحط شويه ملح بالطبيعه لابد شويه ملح شويه كركم شويه فلفل، نفوحوا الحم كيما يلزم نحطوا له دو بريفيرونس شويه معدنوس وشويه جبن باش يهشوا يجيبوا بنين، نحط المعدنوس نتاعي لابد ما نساوش الجبن وال معناها في الخلطه نتاعي لابد نحط شويه شابلوغ. شابلوغ شنو تعمل؟ ما تخليش الحم يشرب، معناها الحم وقت يطيب ينقص في الكبر نتاعو. الشابلوغ بيسكو هي خبز مبشمت، انا مبشمته في الدار ونرحيه، ما تخليهش يصغار في وسط المقرونه، يقعد في الحجم نتاعو. ناخذ كعبتين عظم مليحه بالطبيعه، هما اللي باش نعجن بهم الخلطه نتاعي، هذوما الكل نعجنهم مليح مليح. وعندي انا بوش، توا لي بوش هذوما راهو يتباعوا باختو في كل بقعه تلقاوهم، نعبيهم هذوما بالبوش باش ما ياخذوليش برشا وقت. وناخذ الطماطم تاعي عبيده والهروس، ما نحطلهمش ما نطيبهمش، نحلهم في شويه ماء ونسقي بهم البات تاعي بيسكو هي باش تطيب، معناها الصوص باش تطيب. علاش تعاودوا طيبوها؟ طيبوها المره الاولى فوق الغاز والمره الثانيه مع البات، تولي ايباس وتولي تقول تجيني غامقه وتجيني ماهيش شبابه ماهيش مزيانه. الوغ انا ننصحكم بيسكو هي طومات كونسونتري، نحلها مع شويه هروس مع شويه ثوم، نفوحها كيما يلزم الكل في البارد في الني، ما نحطش نغليها. ومن بعد هاو هذيا نعبي بها باش نعبي بها هي الخليط نتاعي في وسط المقرونه. انا باش ناخو الطماطم والثوم والهروس الكل نحطهم في المعون اللي باش يمشي للكوشه، هو اللي نعمل به الخلطه نتاعي اللي باش تتحط فيها معناها طول المقرونه اللي باش تطيب. راهو كي تطيبوا وتعاودوا طيبوا وتعاودوا طيبوا مش الحاجه ما عادش فيها حتى لا مطعم ولا حتى شيء. انا نحلها هكايا بشويه ماء، ناخذ شويه زيت زيان نحطو من بعد فوق وجه الخليط نتاعي، نحط ثوم فورنيتو، نحلهم الكل بالقدا في وسط الكروانه اللي باش تمشي ولا المعون البلار اللي كل واحد شنو باش يحط معون، نحلها بالقدا يلزمها تكون جاريه الطماطم على خاطر المقرونه باش تطيب في وسطها، معناها لو كان تعملوها عاقده ما عادش تلقى ما تشرب المقرونه. يقولوا من بعد جات ناقصه تياب جات ناقصه، جريوها ما تقلقش راهي من بعد المقرونه تشرب هذاك الكل، سيرتو النوعيه بتاع المقرونه هذه ورده الكوكياج والا الاخرى لي كانيلوني الصغار والا لي كانيلوني الكبار، راهم يشربوا ويقعدوا في حجمهم اذا كان تعرفوا كيفاش تخدموهم. هذا توا نحطوا هكايا هذيا، ناخذ كعبه المقرونه وناخذ البوش هذيا ونعبيها بالفاخس نتاعي، نزيد نقص في الحجم نتاع الفم نتاع البوش باش هكاكا نجم نعبي بالقدا المقرونه، ونوريك كيفاش فريمون حاجه سهله وبسيطه وفي ساعة تتعبى وما فيهاش حتى قلق. فوالا هذه نعبيوها هكا نحطوها على جنبها في وسط الصوص نتاعي، نجموا حتى تعبيوها بيديكم سي جامي
البوش ما تمشيش معاكم، راهي سهله في العبايه، سهله سهله على الاخر. هاك كيفاش تتعبى شبابه مزيانه، ونحطوا نرصفوها، ومن بعد نغطيها وندخلها الكوشه في 200، هي نشوفها شربت نخرجها، نحط عليها شويه جبن ونخليها تعمل شويه غراتيناج وتخرج بنينه على الاخر. يعطيك الصحة شيف فتحية، ميرسي بوكو. الوغ نرجو نحكيو على الطاقة الإيجابية في الدار، نحكيو مع سلمى خضير منسقة الحدائق. مرحبا بك عاش أختي. الوغ سلمى، كيفاش وشنو نقصدوا صعب الطاقة الإيجابية في الدار؟ اسكو الديكور ولا النباتات فقط هنا نحكيو؟ بالنسبة للطاقة الإيجابية ما نجموش نحكيو عليها وما نحكيوش على لو كونسيبت نتاع لو فانك شوي، اللي هو كونسيبت توا تخي توندونس على الآخر، يخدموا به لي ديكوراتور واللي يعملوا لاميناجمون دي سباس سواء الداخل والا البرا. اش معناها لو فانك شوي؟ هو سيتاناخ قديم برشا شينوا، يقصد بالمعناها الترجمه نتاعو الحرفيه هو لو فون اي لو، معناها الهواء والماء. فوالا اللي هو يقول لك كيفاش نجمو نهيئوا بلاصه تكون فيها الطاقه الايجابيه كبيره برشا، يعني نهيئوها ستادير كيف وين نحطوا الحاجات اللي فيهم لوح البوا، وين نحطوا الحاجات سالدو وين تنجم تكون موجوده، البلانت وين تنجم تكون موجوده، وشنية البلانت بالذات اللي هي تجبد الطاقة الإيجابية. احنا المرة اللي فاتت حكينا على لي بلونت دي بوليونت اللي هي تنظف الهواء. أبار هذيك فما دي بلونت اللي هما يجبدوا الطاقة الإيجابية. صلون العلم هذايا اللي هو شينوا وعلم قديم برشا. فما جينيرالمون فما توا 12 بلونت اللي هما معروفين يجبدوا برشا الطاقة الإيجابية صلون العلم هذايا وصلون علوم أخرى حتى من بعد متاع فيتوثيرابي وكل كيك. اكتشفوا اللي لي 12 بلونت هذوما عندهم طاقة إيجابية كبيرة كبيرة برشا، يدزوا الطاقة السلبية لينيرجي نيجاتيف ويجبدونا الطاقة الإيجابية. برشا انت عندك نبتة ولا شجرة من نوع هذا يدخل لك واحد باسل عرفتك اللي بغش ديما مغش يطردوه يخرجوه، تدز الطاقة ديجاجي الطاقة النيجاتيف وتجبد الطاقة البوزيتيف اللي هي تخلي العبد سي عرفت لا سيرينيتي لو كالم لو بي هذاك الكل هي تساهم في الوجود نتاعو في الاسباس نتاعو. خلينا نكتشفوا مع 12 بلانت هذوما. نبداو بالبلانت الاولانيه اللي هي لا فلوغ دو ليس، تو نشوفوها لهنا. لا فلوغ دو ليس معروفه برشا اللي هي من اكثر الحاجات، هي ابار انه هي مزيانه وريحتها فاوحه وبنينه وكل، هي تجبد برشا طاقه ايجابيه. يعني جوست احنا لازم نعرفوا وين نحطوها، لي بلون نحطوها يلزمها ماهيش بلاصه سومبر برشا، يلزمها شويه اوبسكوريتي، اي شويه اوبسكوريتي وتتحط زاد حتى في الجنينه البرا نجموا نحطوها في الظل، بلاصه تكون مثلا فما عندك شجره كبيره هي تحت. تبدا مغطيه تحتها، وهذا الدور نتاع البيزاجيست اللي هو باش يقول لك كل حاجه وين تحط وين بلاصتها. عندنا الفلوغ دو ليس، عندنا البلانت اللي بعدها اللي هي لالوي فيغا اللي هي معروفه برشا في السوان نتاعها، ويستعملوا فيها بالنسبه للبو للشعر لبرشا حاجات. اي اون بلوس كي تحطها لالوي فيغا تمشي اكثر هي في الاكستيريور يعني في الجرده. صبار هي اي صبار، فوالا نوع من الصبار مش الكل كيف كيف. هي في وسطها هكا سي شارنو اي فيها هو حاجه خطيره يقولوا للصغيرات. نو بالنسبه للالوي فيغا لا، لالوي فيغا الدخلاني نتاعها سي اون موس هكايا شارنو برشا فيها الماء، وبالعكس بينيفيك على الاخر كسوسوا للشعر ولا للوجه ولا للحاجه. اي اون بلوس عندها انرجي بوزيتيف كبيره برشا كي نحطوها كيما هكا تحت بلاصه هكا ماذا بينا مظله في كوان هكايا مزيان. حاجه اخرى زاد بعد لالوي فيغا عندنا لو جسما اللي هو الياسمين اللي هو فوالا اللي هو موجود في الديار الكل، واللي هو قبل حتى معناها جدادنا وكل كي عرفوا انه هو يجيب الطاقه الايجابيه. دونك سي بوغ سا الديار القدم الكل كي جينيرالمون اي حتى في البلاد العربي تلقاها بلاصه صغيره ما عندهمش بلاصه كبيره ما عندهمش جاردان، تلقاها بلاصه صغيره ويحط لك فيها ياسمين. برشا ريحه فاوحه زاده ريحتها الريحه الفاوحه هذيك تساهم في الطاقه الايجابيه، وهي زاده تساهم في وينو بالشعباطه تعمل ديكور تطلع تعمل ديكور على الحيط وتعطي ريحه فاوحه. كل توا فما جسما هذايا وفما انوتخ جسما اللي هو يسميوه لو جسما تورك اللي هو مزيان على الاخر ونخدموا به برشا لي بيزاجيست نخدموا به. حتى جسما جبتوه من تركيا تورك اللي هو هذا اي
بون هذايا خاطر الجسماء ورقته اكبر شويه ويعطينا معناها اتوندو كبيره، حيط كامل ينجم يتملاه بالجسماء هذايا. زوز كيف كيف زوز يجبدوا لنا برشا طاقه ايجابيه، المفيد نعرفوا وين نحطوهم ونعرفوا كيفاش نستعملوهم وين يتحطوا. قولي لكم فما بني قبل يبني لحيوت معوجه، اللي الكليون يمشي يبني له حيط يبني له معوجه، يقول له يا خويا علاش هكا؟ يقول له تي موتا تعمل شعباطه. تعمل شعباطه دونك تو نعيط لسلمى، تعيط لسلمى تعمل لك شعباطه. مت دي حاجة 2019 زعما حبيت هكا الوليد ماشي باهي. نكملوا توا بعد الجسمه، فما البلونت غراس هذه اللي تتسمى الكراسولا، اللي هي بلونت غراس ما تستحقش برشا ماء، ما تستحقش تتحط في ديبو وتعطينا حاجه مزيانه على الاخر. تو نشوفوها زادا كيف كيف يلزمنا نحطوها في بلاصه معناها هي تجي الاكثريه اكستيريور، ما تجيش في الانتيريور، كون شي في بو هكايا صغيرون كعبه صغيره، اما كيما هكايا فوالا موجوده برشا برشا، وماهيش معناها مش عاطينها برشا قيمه وكل الوغكو هي بالنسبه للفانك شوي اللي لا بروميير بلانت اللي سي لا بلانت دو لا فورتون. لا فورتون معناها تجبد الفلوس ولا فورتون والحظ وكل. بورتون هذه بورتون باش تاكلها ولا رفرة باش تعملها باش تعملها شركة عرفت ندور بها. سي لا بلانت دو لا فورتون فوالا، رغم ذاك احنا نلقاوها معناها في تونس لي باختو محطوطه معناها في البلايص الكل فوالا نلقاوها. وقبل كانوا يحطوها برشا في لي زونتخي نتاع لي ريستورون ونتاع لي كافيه هكا باش تجبد لهم الفلوس ولا فورتون. الكراسولا الوغ اللي هي هذه عندنا هذايا هو لو بازيليك، البازيليك اللي يتحط معناها في السلطه فوالا، ويتحط زاده في ديبو صغيرات وحده الكوجينه في ام تي جاردان في الشباك فوالا. ديما راهو البيزاجيست هو اللي باش ينصحك يقول لك بالضبط كل حاجه وين باش تحطها. غريب ما تدخلش في الخدمه تاعك. هذوما زاده ان تنجم تجي اون فورم دو بول، ولي فورم هذوما نستعملوهم برشا في لي جاردان، يعطيونا افي مزيان سورتو كي نعرفوا نمناجيو بحذاها حاجه هكا تبدا غازون وفما اون فورم دو بول، تجي حاجه مزيانه برشا. وبالطبيعه ما ننساوش الطاقه الايجابيه. لو رومارين اللي هو الكليل ابار الريحه الفاوحه نتاعو، ابار انه هو معناها عنده منافع كبيره برشا في التطيب في كل شيء. فوالا يعمل ريحه بنينه برشا. وفي لي جاردان زاد يستعمل كمعناها دي اي كيما هكا، نجيو الاسباس نسكروا به فوالا، نسكروا به اي فيجيتال تبدا قصيره كيما هكا، ما يعلاش برشا هو يحمل التاي فوالا يتزبر ويحمل التاي ويعطينا معناها سيباراسيون ما بين مثلا الاسباس البراني والاسباس اللي فيه الغازون. بعد الرومارين عندنا لوكيدي، لوركيدي اللي هي معروفه برشا برشا اي مزيانه برشا، لازم نعرفوا وين نحطوها، اللي تري سنسيبل بالنسبه للانفيرونمون تاعنا في تونس، فهمت؟ دونك هي تحب برشا لوميديتي وتحب برشا ما تحبش الضوء اكسبوزيسيون ديريكت او سولي، دونك نجموا نحطوها في لي شامبر معناها هي في الليل راهي الديجاج بوكو دوكسيجين، دونك ما تقلقش اي هي بالذات لوركيدي ما تقلقش. بعد نتعداو اللي هي الياغ، هذه الشعباطه اللي حكينا عليها. كيف كيف زاده الياغ هذه تسمى الياغ اونغليز، اللي هي تتشعبط فيها دي ستيل دو فونتوز كيما هكا، يشدوا في الحيط ويعطيو معناها فيردور كبيره اكثر حتى من لي جسمه اللي حكينا عليهم من بكري. تعطي فيردور كبيره للحيط التيلاني، دونك ما عادش تشوف حتى شيء من الحيط، وهكاك تنجم معناها حتى ما تزرعش دي بلونت كبار، تعمل الياغ وتعمل غازون سي بون، تحس روحك عندك جرده ياسر مزيانه وحلوه كيما هكا مثلا. عام 12 شهر ساعة تعمل ورد الموف هذاك نو؟ لا نو هذيك ليبومي اللي تعمل ورد الموف، هذيا سي لا لياغ، لياغ هي كاريمون دي الشعباطه نتاعنا نحن، دونك معروفه وموجوده برشا، موجوده معناها في لي بيبينياغ وكل. وما ننساوش الطاقه الايجابيه اللي هي باش راهو الطاقه الايجابيه مش بالضروره في وسط الدار يعني لداخل، حتى في الجرده ملي تدخل من باب الدار كي تلقى لي بلونت هذوما فوالا، كي تلقى لي بلونت هذوما عندهم افي كبير انهم هما
يجيبوا طاقه ايجابيه. الخضار ديما باين نجاح دائم في بورصه تحيت الخضار هو اللي راه فوالا فوالا. وفما على الفلاحه لاباس عليهم والجو هذا كل زرعين هذا الكل والله مرتاحين ويصوزين الوغ نكملوا لو كريزونتيم. كريزونتيم النوار اللي هو نوع من لي بلونت معناها فلوري موجود زاده برشا في تونس وحتى معناها البري نتاعها مش غالي معناها تتباع دون دي ساشي اي موجوده موجوده لي بارتو طاقه ايجابيه زاده معروفه برشا برشا شوف محلاها لهنا كي تبدا موجوده في تبدا بيان اميناجي افيك لي كولور والكل تعطيك منظر مزيان مزيان برشا ولي بارمي كيما هكا زاده فوالا الي بارمي لي بلانت اللي معروفين برشا بالطاقه الايجابيه نتاعهم وبالانرجي معناها تعطيك الاحساس بالبي وبالسيرينيتي وبالكالم وبالكل. يا بلدي وخايتي شريت ويترى واحد ساعات اي ساعات يبداو موجودين واحد فما حاجات تبدا موجوده دي احنا تروها قدامنا ما نعطيوهاش القيمه كي تجي تعمل معناها تقرا عليهم وكل تلقى بالحق قيمتهم كبيره برشا برشا سورتو بوغ لو فانك شوي اللي هو ابار لي بلونت فيه برشا حاجات اخرين نتعدل هذه قبل الاخرى اللي هي لو تان اللي هي كيف كيما تشبه شويه للي غوماغان فهمت تشبه شويه وكيف يلزمنا نعرفوا جوست نعرفوا وين نحطوها تنجم تكون هكايا مقصوصه تاي اون بول نعرفوا وين نحطوها في دون دي كوان في بلايص اذيا تحب برشا السولي معناها تتحط حتى اكسبوزيسيون سولي اي ما تقلقش فوالا شنو اللي مازال عندنا مازلت عندنا لاسوج السوج اللي هي زادة في إيطاليا في بالي يطيبوا بها حتى المقرونة تجي بنينة بنينة على الأخر وفيها ريحة فوحة ريحتها فوحة على الأخر أي فوالا السوج زادة مزيان برشا فيه ريحة فوحة او ميم طون نجم تنحي كل الورق تغسلهم تنظفهم وتحطها في الصوص زاده نتاع المقرونه تولي بنينه برشا. الوغ اخر حاجه باش نكملوا بها اللي هو لو بومبو. البومبو اللي هو فريمون من لو بومبو يحب برشا الماء وهو معناها لو بومبو كيف دو لا فورتون اي دو لا ريشيس معناها يعطينا دي سباس مزيانين على الاخر لاميناجمون يطلع مزيان برشا في لي جاردان جوست يحب بلاصه معناها انسوليي برشا ماء ويمشي برشا افيك لو تيم تروبيكال اللي هو افيك لي بيسين افيك فونتين بيسين نحطوا لوح فوالا هذوما لي 12 بلونت اللي هما معروفين بالطاقه الايجابيه نتاعهم جوست نعرفوا وين نحطوهم وكيفاش نستعملوهم وان شاء الله يعطيونا حاجه مزيانه وطاقه ايجابيه بيان سور نتصلوا بمنسقه حدائق باش تعطينا كيفاش وعلاش وين يتحط بالضبط. ميرسي بوكو سلمى خبير منسقه حدائق. احنا توي كنمشيو نشوفوا على الحيط امضاء زميلتنا منيا الحرزي. عسلامة ومرحبا بكم في جولة سريعة على أهم الأخبار اللي شغلت الرأي العام هاليامات. الخبر الأولاني حادثة مروعة ماهيش الأولى من نوعها، وفي الحقيقة الظاهرة هذه قاعدة تتكرر في كل مرة بنسبة بشاعة متفاوتة. المرة هذه فاتت العشر سنوات يتم اختطافها واغتصابها بطريقة بشعة من طرف صاحب 48 سنة بعد ما أرغمها على شرب الخمر وتعنيفها. بعد ما تم نقل الطفلة للمستشفى كانت حالتها حرجة بأضرار جسدية كبيرة ونفسية أكبر برشا بعد اللي عاشته من رعب وخوف. عائلة الطفلة طالبت بتسليط أقصى العقوبات على المجرم، والحادثة كيما أثارت غضب العائلة كيما أثارت نفس الانتباه عند المجتمع المدني باختصار لأنه الإجرام هذا ما يقبلوش حتى حد، وأحنا زادة بدورنا نطالبوا بتسليط أقصى العقوبات على المجرم هذا ودون أي تهاون. الأخبار الموالي الحوادث المرورية اللي كثرت مؤخراً وخاصة من فترة ما قبل رأس السنة، لكن خلينا نحكيوا على السرعة كسبب رئيسي للحوادث هذه واللي قاعد يروح ضحيتها كل مرة أعداد من المواطنين. السرعة عمرها ما كانت حل على قد ما هي خطر يهدد حياتنا وحياة اللي نحبوهم من عائلتنا وإلى أصحابنا وإلى أقربائنا. علاش نحطوا حياتهم الكل على المحك
في سبيل 5 دقائق من الزمان. علاش ما نفكروش قبل ما نطيحوا في المشكل اللي غالبا ما يخلينا ندمين برشا الوقت طويل، وهذا اذا ما خسرناش في اغلى ما نملكو. الاخبار الموالي مازال مرتبط براس العام، اما المره هذه باخواتنا الجزائريين اللي في كل مناسبه منورينا في تونس بطلتهم وبحضورهم معانا. المره هذه وكيف كل مره تقريبا اخواتنا توافدوا باعداد كبيره وهامه، وما نجموش ننكروا انه هذا عامل هام من عوامل تشجيع السياحه في تونس واللي محتاجينه برشا في وقت كما هذا، خاصه هذا بخلاف روابط الجيره والاخوه اللي بيناتنا واللي تبنات عبر عقود من الزمن. دونك هذه كانت اخبار على الحيط. مضاء زميلتنا مونيا الحرزي، رايكم البنات؟ انا باش نحكي على راس العام وعلى السرعه وعلى الاكسيدون اللي ياسر قاعدين نشوف فيهم، مش كان في راس العام وكل مره وين نلقاو موضوع يخص السياقه انا ديما ندخل باش نقول راهو سي الارمون الشيء اللي قاعد يصير في تونس. انا المره اللي فاتت نحكي ويظهر لي لهنا قلنا ما نعرفش انا وزملائي يظهر لي انا وياك دره وقتها قالوا نحكي مع بعضنا شديد تريك نهار كل لك 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 اللي قالوا اللي يظهر لي قالوا البيرمي يحبوا يردوها 20 معناتها نحيوا على خاطر لي زاكسيدون قاعدين يعملوا فيهم لي جون. انا ما نراهش اللي هو حل، الحل هو لا سنسيبيليزاسيون، الحل هو يتم من ديارنا، نحكيو مع صغارنا، نحكيو مع رجالنا، نحكيو مع كل عبد يسوق ونقولوا له ربس روحك. انا كل صباح نخرج الصباح ونقول نقول ستر الله، وديما نقول لي انا عمري معناتها معناتها كل مره نقول انا راني نجم اليوم نموت على خاطر على خاطر بدينا فوق 4 جيلي وسوقوا في 4 جيلي راهو يفو با دوني فوالا ميكانيك كونفيك يفو با دوني كونفيونس ميكانيك دونك ما تجري. واش وقبل كان فما برشا حملات ما احلاهم لما تسوق السياره يا بابا فكر فينا بحراره كنذكرها التوا توا ما عادش راهم حملات هذو ما في ما عادش راهو فيهم الشيء هذايا في التلفزيون نتاعنا. دونك ماذا بينا احنا في الماتشينال كل مره نذكروكم، ماذا بينا لو كان يرجعوا لي سبوت هذو ما يتعدوا يظهر في بلاصه لي سبوت يزيدوا الرادارات لي غادار يدخل فلوس للدوله وما تدخلش يجي كل 4 دراج تلقى رادار باش ولي مطالب انت بالعكس باش نحكي على مرحبا بكم خيواتنا الجزيريه الكل في تونس، شرفتونا وانستونا وما تصورش قديش التوانسه فرحانين. وي تعرف نقول لك حاجه فاطمه؟ قل لي. كي نسمع سمعنا في الراديو وسمعنا الاخبار يقول لك راهو يدخلوا في النهار مليون يدخلوا، ما تصورش الفرحه، ما تصورش على خاطر تقولش عليه ولد عمك جايك، قريبك جايك، ما عرفتك اللي العلاقه بين تونس والجزائر والتوانسه والجزيريه امبوسيبل امبوسيبل حاجه تتهلكها ولا حاجه تفسدها. كما يقولوا التوانسه الجزيريه خاوه خاوه. خاوه خاوه. صحيح، بالحق علاقه سبيسيال برشا بين الجزيريين والتوانسه، حتى اللي بين يظهر لي والتوانسه ده علاقه سبيسيال. انا حبيت نعلق دونك خليتوا لي اخبار الاغتصاب نتاع الطفله الصغيره. حالات الاغتصاب ياسر كثرت في تونس، نورمالمون لي سوسيولوج لهنا والناس المختصه يعملوا لنا دراسه ويقولوا لنا علاش هالحالات هذه، زعما قبل ما كانوش يحكيوا عليها وتوا بلينا نحكيوا عليها برشا والا كثرت توا وعلاش كثرت. دونك لهنا يظهر لي مسؤوليه كبيره على وزاره المراه وعلى المسؤولين في وزاره المراه وعلى السوسيولوج والبسيكولوج واللي لاهين بالطفوله ولاهين حتى بالشباب. وكم تشوفوا حتى فما أمراض تحسها شوية خاطر الطفلة هذه اختصبها حد عمره 48 سنة وفما حتى قبل رأس العام فما طفلة صغيرة حبلت من بوها عمره 68 سنة فريمون حاجات تشوكي. أما يلزمنا يظهر يلزمنا كلنا نكونوا مركزين ومتريثين وكل شيء باش نجموا نحميوا هالطفوله هذه اللي قاعده تتعرض برشا 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 للاعتداء بالعنف وبالاغتصاب وباللي تحب انت. دونك نرجع بحث الشيء فتحية. مرحبا يا فاطمة، والله شيء أسف شيء يوجع القلب، هذا كله أنا نقول مش سلام فينيتي على خاطر العباد كي تعمل عمايل هكايا ما نسمعوش شنو تحكم عليهم. لامبينيتي تخلي العباد تكمل القدام في كل دون تو لي دومين راه في كل شيء، مادام ما سمعناش العقابات شنو ما مادام العباد تقول لك هذاك تنسى. بو انا هنايا الجاتو نتاعي حضرت باش يلزم راهو اذا كان الجاتو سخونه تكون اللي باش نسقي به يكون بارد متلذذ، واذا كان الجاتو بارده يكون السيغو سخون يغلي. انا كوم الجاتو خرجتها قبليكه
وقت وقت باش تبرد شوية. خليت السيغو هو السخون، سيغو هو برقدان معصور، حطيت عليه 100 غرام سكر نقصته من الجاتو نتاعي. توا نهز هو يغلي، ما خليهش يغلي برشا، نحطو جوست وقت يكمل تطيب الخبزة. هو غلا وانا نجي نسقيها بالسيرو هذايا برقدان وسكر، 100 غرام سكر قلت لكم اللي نقصته من الخليط نتاع الخبزة هو اللي رجعوا في السيرو، باش تجي موالوز، باش تجي مرخرخة، تجي طرية، وهذايا يعطيها أكثر مطعم برقدان، خاطر وقت اللي تيب في وسطها إلا البرقدان مطعمه كاينو يقص شوية، يقعد مطعم القشرة. هالسيغو هذا هو اللي باش يرجع لاسيديتي نتاع مطعم البرقدانة في وسطها. نسقيوها حتى اللي نتاخو برقدان هالكل، اللي هما احنا عملنا 6 برقدانات، 3 جو في وسطها و3 غليتهم باش يشربوا هذايا. هاك نسقيها حتى تاخو هذاك الكل، نخليوهم بعد ترتاح وتبرد. فما اللي يحبوا يزينوها يرشوا على وجهها شويه لوز امون ديفيلي تجي بنينه ياسر، سينو نجمو نخليوها كيما هي. وبرقدان مطعمها بنين برشا، خبز البرقدان من اعز الخبزات في الشتاء، من احسن الخبز اللي نجمو نفطروا بها في كل وقت، للعشيه للصباح مع قهوه وحتى مع كاستي مع كل شيء، تتعدى ريحتها بنينه ومطعمها بنين وخفيفه. يعطيك الصحه شيف تحيه، ميرسي بوكو. الوغ احنا نمشيو لهلي سبوت نتاع يوشوشو لوك لوك لوك، ريتك كلمه لوك 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 يحكيكم عليها من بكري. دونك نمشيو سبوت الخاصه بليبرتا فواياج للناس اللي تحب تمشي للعمره، تفضلوا. ليبرتا للاسفار والسياحه، حجاجنا معتمرين في مم وعينينا. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. موسم العمرة بدا مع ليبرتا فواياج المزود الأول للعمرة في تونس. السنة ليبرتا جمد أسعارها للموسم الثاني على التوالي، وتقدم لعملائها أحسن وأرفق الأسعار في العمرة. وبداية ب 2299 دينار فقط تنجم تمشي وتعتمر وتقيم في أحسن وأفخم الفنادق اللي من فئة 5 نجوم وأقربها، سواء في الحرم المكي وإلى المدني. لأنه ليبرتا رغم تدهور سعر صرف الدينار التونسي إلا أنها مصرة ترفق بالمعتمر متاعها وتفرحه، لأنه العرض هذا خاص بالفنادق اللي من فئة 5 نجوم واللي أسعارها مرتفعة برشا، إلا أنه ليبرتا تقدمها لكم بأسعار أكثر من عادية. وبنفس المبلغ تنجم تمشي في أحسن الخطوط المريحة اللي اختارتها لك السنة، واللي هي الخطوط العربية السعودية، واللي باش تكون إن شاء الله هي الناقل الجوي الرئيسي البرامج العمرة للموسم هذايا. خدمات ليبرتا من أعلى طراز كما عودتكم، لأنها مازالت ملتزمة بتقديم الأفضل، والأفضل في كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة، من اختيار المشرفين للمرافقين الثقات واللي من أحسن الكفاءات، لاختيار شركة النقل البري، الطاقم التسجيل والمتابعة في تونس وفي المملكة العربية السعودية. باختصار ليبرتا باش تدلل المعتمر متاعها، لأنه هدفها هو الحفاظ على ولاء عملائها وكسب رضا وثقة كل معتمر تونسي. العمرة المرة هذه باش تكون على 4 برامج، إذا ما رضيتش على برنامج ترضى على الثاني. عمرة الرفاهة A+، عمرة الرفاهة A، عمرة الرفاهة B، وعمرة الرفاهة G. ما لفاش تستنى، توا امشي وسجلوا. وإذا تحب تسجلوا وإلا تستفسروا على أي حاجة، ما عليكم كان تكلمونا على الرقم 71 90 56 56، وإلا زادة نجموا تزوروا واحد من فروعنا اللي موجود في تونس، وإلا في صفاقس، وإلا في نابل، وإلا في سليانة. وكيف كيف نجموا تزوروا واحد من فروع ترافل تو دو وبقية الشركات المعتمدة. كيف كيف ما تنساوش باش تزوروا موقعنا www.libertavoyage.com. مالا مع ليبرتا فواياج، حجاجنا معتمرين في مم وعينينا. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مم وعينينا. دونك كما قلت لكم زميلتنا مونيا الحرزي اللي حب يمشي للعمره مع لي كان يتصل بليبرتا فواياج ويمشي يعمل عمره كما قالت الدين والشريعه. دونك كما تشوفوا الاسواق معقوله جدا قدام السيرفيس، قدام لي زوتيل اللي هما الاغلب 5 ايطوال، قرب من مكه، قرب من المدينه، فما اطار طبي، فما ناس تتلهى بيكم بالكدا. دونك ما عليهم كان يطلبوا 71 90 56 56 والا يدخلوا الباج libertavoyage.com. حاب نقول لكم اللي فما بليزيور فورفي، مش واحد باركه.
justement وقت اللي تدخلوا للباج والا لو سيت www.libertavoyage.com غادي كتلقاو لي اجونس اللي تتعامل معاهم ليبرتا فواياج في الاوفر نتاع العمره وتلقاو لي اوفر الاخرين نتاع ليبرتا فواياج من ضمن لي اجونس هذوما لاجونس ترافل تو دو اللي معروفه برشا دونك تنجموا تمشيوا لترافل تو دو باش تسالوا على فورفي العمره نتاع ليبرتا فواياج وان شاء الله عمره مقبوله يا ربي. بيان سور اللي ما عندوش فلوس وممكن زاد شاف السبوت نتاع ليبرتا فواياج وشراها على عمره اشتاق احنا نقولوا هكا باش نمشي لبيت ربي دونك يقول بون ما عنديش فلوس دونك ما تخممش برشا مع ليبرتا فواياج راك تنجم تمشي للعمره وتخلص على 3 سنين والتسبقة ادعي وتخير فوالا وراهم بعد خليكم معنا تابعوا معنا برنامج الماتينال فما اوفر اخرى سبيسيال للعمره تابع ليبرتا فواياج تنتعرفوا عليها بعد شويه. احنا سعداء باستقبال مدام ساميه الفراتي مرحبا بك هي المكلفه الاعلاميه بديوان الصناعه التقليديه مرحبا بك. مرحبا بك استاذ احوالك ميرسي مرحبا بكم الكل ان شاء الله كل عام حيين بخير ميرسي على الاستضافه. مرحبا معنا سي فؤاد المحيرسي هو عضو لجنه التحكيم في الخمسه الذهبيه كما قلت لكم في اول ميسيون باش نحكيو على الخمسه الذهبيه اما قبل كان تسمحوا لنا نرجعوا بحضر الشيفه تحيه شيف مرحبا بك فاطمه ومرحبا بالضيوف. انا حبيت نوري السلطه هذه اللي نعمل فيها نتاع لي فان نتاع البيتراف الاحمر. لي فان هما العواد العروش نتاع البيتراف الاحمر راهم العروش ما يتلوحوش تاخذوا ساعه الاوراق الجويدين بالكل هذوك تنفخوهم بالقدا بالقدا في الماء خاطر يشدوا التراب ونقصهم جويدين هذوما الاوراق الوسطانيين الجيدين والعروش زاد نفخهم مليح في الماء ومن بعد اما نفورهم والا نصمتهم ان خير نصمتهم ومن بعد ناخذ شويه قارص عصرت شطر قارصه وناخذ شويه فلفل الاكحل حطيت لهم شويه ملح في السمطان معناها ما نزيدش ملح نحط الاوراق نتاع البيتراف هذوما اللي قصيتهم جويدين طريين بالقدا ونجي نحط شويه زيت زيان فوق هذا الكل ونخلطهم ومن بعد كان نحب نسر بهم انا باش نشوي لهم شويه اسكالوب مليحه باش تاكلوها معاهم صافي اون انتري بنينه ياسر كيما تشوفوا فيها مزيانه لونها محلاه ومع الاخضر نتاع الاوراق كي احمر مستحمر ومع العوده نتاعو معناها طريين وبنين أتو تشوفوا هالسلطة هذه كيفاش ناجحة بجنبها شوية اسكالوب ومن بعد نسربي بعدها المقرونة المحشية اي سافي اون بيل انتري كيما نودكم وما نشاهيكم. فوالا هذه هي شيف تحية يعطيك الصحة نرجعوا نحكيو على الخمسة الذهبية. السنة كانت الخمسة الذهبية في نهار 27 ديسمبر عام ناول عادة عام ناول دونك السنة كونسيبت جديد نتاع الخمسة الذهبية كان تحكي لنا بالضبط. بالنسبة للدورة 20 هي عيد ميلاد 20 للخمسة الذهبية حبيناها وقفة للمبتكرين الحرفيين اللي نحن ديوان وطني الصناعة التقليدية حبيناها نشوف واسكو غيالمون ابخي 20 ans ديجا عشريتين من الابتكار والتصميم والبحث والتجديد في مجال الموضة واللباس التقليدي اسكو غيالمون فما اليوم نجمو نحكيو على موضة تونسية موضة تونسية مستوحاة من التراث التقليدي. انتظمت الدورة 20 للخمسة الذهبية يوم الخميس 27 ديسمبر 2018 بمدينة الثقافة الفضاء الحلو هذي اللي احتضن تظاهرة هذي وتحت إشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية. الخصوصية متاع الدورة هذي حبيناها ساعة تكون كما قلت لك نعملوا إيفالواسيون عطينا تيم لمان دو فاطمة للمشاركين 19 فايز في الدورات السابقة اللي معناتها انتم لميتوا الفايزين القدام الكل وعملتوا لهم كونكور سبيسيال بالضبط مش كونكور باغيلمون كونكور أكثر منه قراءة جديدة للخمسة يعني ممكن نقطع عليك بالعسل خاطر هذه تمس لابارتي اللي خدمنا عليها مع زملائي في الأورغانيزاسيون يعني كان الموضوع هو الخمسة بيسكو خمسة دور قلنا لي لوريا الكل اللي عندهم خبره وخدموا مده 20 سنه في الميدان هذايا كيفاش ينجموا يوظفوا الخمسه في لباس مع انه فما فكره اللي نحن نحبوا ندخلوا فيها انه يولي الخمسه ما عادش ان ايفينمون ويقف غادي يولي مهرجان الخمسه
وهذا برنامج ممكن اليوم حكينا على سكوب معناها قاعدين خلطه كامله نخدموا عليها دو تيل فاسون الخمسه تولي علاش يجي نهار وان شاء الله باش يجي انه الفيتمون اللي من الخمسه يولي يتباع البر دونك نحكيو على لابيل نحكيو هذا موضوع نرجعوا له كان عندنا الوقت باش نحكيو عليه دونك حكينا على انه بعد هالعشرينيه وكان لاحظتوا برشا ناس يتسالوا حتى ليفينمون ما صارش في الوقت نتاعو يعني كان مستانس الخمسه تصير في مارس باغ كونتخ سيت اني عملناها في ديسمبر خاطر اون بريبار ميم ان ايفينمون اللي هو باش يكون خارج مارس خاطر تلمون ما شاء الله بارابور لارتيزانا فما برشا برامج كيما معارض الوحدين دونك في البرنامج اللي نحضروا فيه اللي نحبوا ردوه مراجي ما عادش يولي نهار يولي ثلاث ايام ولذلك حبينا نقربوا الخمسه للتونسي ونزيدوا نعطيوها اشعاع عالمي دونك الفكره كانت السنه مش كونكور يعني ما فماش شكون ربح وشكون خاسر تتويج تو سامبلومون تتويج للناس الكل بيان سور كانت حملات تحسيسيه وكان البرنامج معناها كيفاش باش توظف الخمسه في اللباس من غير قيود لا شكل معين لا ستركتور معينه جوست القيد الوحيد هو باش نحضروا اللابيل يلزم لي زارتيزون تاعنا ولي ستيليست لي جون كرياتور اذا باش يشاركوا ينجموا يوليو في لي نورم انترناسيونال يعني دون لو سونس لاول مره في الخمسه حطينا لون واللون ونحن نعرفوا لي غام دو كولور في العالم يعني كي نحكيوا على التوندونس يلزمنا نكونوا مقيدين بالوان معينه دونك اللون اللي حطيناه هو الغوص لقينا ان ديغرادي دو غوص وتو نشوفوا لباس من بعد يعني يوظف الشكل هذايا والفكره هذايا اي دو تيل فاسون علاش الغوص على خاطر عملناه في 2018 دونك نحن تو في 2019 ان شاء الله باش يكون يواكب التوندونس 2019 اي زدنا لباس واحد هو يمثل اللون الاحمر درابو تونس وما دراك ما درابو تونس. باهي هذه هي الشروط الخفيفه اللي طلبناها من لي لوغيا نتاعنا. واحنا بيان سور معنا مدام عفاف الشماقي هي احد المصممين اللي شاركوا في الخمسه الذهبيه قبل والسنه زاده بيان سور هي من التصاميم اللي ناجحه واللي ناجحه الفايزه دونك عفاف لك الكلمه. يعطيكم الصحه على الاستضافه. شاركت مدام عفاف الشماقي. أصلت من جزيرة جربة. مرحبا. قريت اسمود 3 ans في اسمود. الموديل نتاعي هذه السنة اليوم اللي شاركت بها تراوح ما بين لون القماش ولون الفضة اللي هي عملتها في الكول. هي حاجة جديدة كيفاه معناها وظفت الشكل نتاع الاكسسوار اللي هو متممات اللباس الفضة. مع شكل لونكولور معناها الرقبه عملتها اي فرد معناها شكل وكتبت شويه كاليغرافية اغاب اللي هو مستوحات من الخط العربي ديوان هذا هو في الموديل هذا معناها تلقاو الخمسه في البوش اللي هي من اكزاكتومون اي معناها نفس الفكره والقماش شنو النوع؟ والقماش قمرية قمرية مش الحريم من الجربي لا لا المرة هذه لا شاركت بها في البرومي بري وقت اللي خذيت البرومي بري شاركت بالحلم الجربي وصبغته ريفيزيتي ريفيزيتي اكزاكتومون مي افيك اون توش مودرن معناها سي دو معناها لبسة حلوة وتمشي للمرأة معناها عملية وتحب تكون متميزة وكاهو ان شاء الله ميرسي بوكو مدام عفيف ميرسي بوكو زاد المانكان اللي وراتنا روبا ياسر مزيانه فما روبا اخرى من بعد نشوفوها معك مدام نشكر اتفاقت اللي عملنا خدمنا اون كولابوراسيون مع على الخط باهي ميرسي مدام يعطيك الصحه نرجع نحكيو معاك مدام ساميه علاش سنه خممتوا باش تعملوا هالتتويج هذا ال 20 دوره من دورات الخمسه الذهبيه معناتها ما عادش فما كونكورونس تحس لا ما فماش كونكورونس ولا تحس فما ناس ما عادش مقبله برشا على انها تكون تصنع في المنتوجات التونسيه هذه ولا كيفاش؟ بالعكس كما قلت لك هي سيت اون فولونتي دو لونا حبينا كيما نعمل ان تون مور وقفه بور ايفالوي لي دو ديسيني معناها اسكو ريالمون ساهمت الخمسه منذ انبعاثها مارس 96 في انه تكون عندنا معناها موضه تونسيه مستوحاه من التراث والا لا هذه الغيزون الاولانيه
لا دوزيام ريزون هي انه نحاولوا نعرفوا وين ماشيين لورينتاسيون استراتيجيك نتاع الخمسه فين باش نمشيو غدوه معناها في العشيه القادمه نحبوا نخرجوا كما تفضل السي فؤاد نخرجوا فير لانترناسيونال دونك بور فير سا on a fait appel aux candidats les ex L'Oréal Col نتاع 19 éditions عيطنا لهم عطيناهم ان تيم ولهنا الخدمه من اللي كملنا الدوره هذه ديجا باش تبدا الخدمه معناها باش نجتمعوا بالمومبر دو جوري باش نعرفوا للجهات بور لونكادرمون تكنيك بور لا سنسيبيليزاسيون للتيم الجاي وفما باش يرجع الكونكور باش يولي كل عام كما قال كما تفضل سي فؤاد ومواصلين فيه الكومبيتيسيون والكونكور خاطر هي الكونسيبت نتاعها انه يكون عندنا لابيل معناها انسبيري دو باتريمون يكون تونسي مي فيغ لانترناسيونال يكون ديجا موجود لبرا وإلي معناها دوموندي. حبيبه يظهر لي معناتها من الضياف اللي جاوا بحذاك لهنا تحسهم برشا يخدموا على معناتها الصنعه التونسيه القديمه على القماش على الخمسه على الحاجات التراديسيونيل اللي ما راهمش هذوما يشاركوا في الخمسه الذهبيه علاش؟ فما اللي يشاركوا فما انا سؤالي هذايا جو في لونسي لسيادتهم بور سافوار اللي يشاركوا جوستومون شكونهم اللي قاعدين يشاركوا في الخمسه الذهبيه كيفاش فو شوازيسي فوالا كيفاش تختاروهم لي كرياتور هذوما لازم يكونوا متخرجين من مدرسه معينه والا تعملوا ابل دوفر للعباد ابل ا كانديداتور للناس وكيفاش يصير هذايا بون هذايا السؤال الاول من بعد كان قاعد وقت فوالا نجم نجاوبك بالنسبه للي يشاركوا معنا في الخمسه الذهبيه هما بطبيعه يكونوا مصممين حرفيين والا من معاهد الموضه والتصميم يعني لي زيليف ولا ستوديون اللي يدرسوا في الاختصاص فهمتوا الحرفيين اللي مختصين في اللباس التقليدي معناها يكون عندهم كارت مش واحد هكا يحب ولا مغروم لا لازم يكون عنده ديجا لا بيس فوالا يكون ديزوتي اليات باش ينجم هو كيما قلت يصمم هو تصميم فما ابتكار وفما خدمه سبيسيفيك كوتي تكنيك بتبيعها هو هذه الفكره اللي حبيت نركزوا عليها على خاطر وسؤال مهم برشا وهذاك علاش لا ريبونس هي عشرينيه ما غير كونكور هي وقفه تامل خاطر فما مساوئ وفما حاجات بوزيتيف وحاجات نيجاتيف بحكم اني اوسي استاذ معناها عندي اكثر من 25 سنه ديجا مع لي جون في اللي موجودين على الساحه عندنا شكون يغزل الخمسه كانها ولات عزوزه معناها والا حكر على ديزارتيزون كلمه ارتيزون زاده مازالت غالطه عفيف مثلا عامله اون ايكول دو اسموت باغ اكزومبل عامله موديليزم عندنا دي زارتيزون يعملوا تريزا وهذه الفكره اللي حابين نطوروا فيها على خاطر دو تيل فاسون الخمسه ما عادش تقعد كفولكلور على خاطر كان من الاول ان ايفينمون تبدا من الاول ان ايفينمون باش نعرفوا ونشهروا داير الكلمه المعروفه على الديوان الاشهار يعني الغول نتاعو باش يشهر بالمنتوج سوف كو كي راو في التطور يعني النسيج الاجتماعي فما تطور في المود دو في فما تطور في الارتيزانا ونظره الارتيزانا هذا دور المهم تاع البرنامج الخمسه وذاك علاش عملنا الوقفه هذيا باش نعملوا استراتيجيه جديده ما عادش يكون كونكور وحفله وبسلمه يكون فما بعد بعده البعد الاولاني هو الخدمه على الايدنتيتي خاطر زاده فما زاده كيفاش نقولوها في البريفي فما برشا معاملات مع الارتيزانا لكن نردوا بالنا اونتر غيومي على خاطر المعامله مع الارتيزانا لازم تكون معاها معامله فيها مصداقيه ما غير تشويه ما غير تحريف وهذا موضوع كبير تو نحكيوا عليه نهار اخر هذا من الدور من الخمسه شنو هو اللي تابع ليدونتيتي نتاعنا وشنو هو اللي خارج نستخيلوه تابع ليدونتيتي مي راهو بعيد برشا باش ما نقعدوش نحكيوا على ستريت وير وبرشا حكايات اخرى مش موضوع حكايات حتى شاشية تونسية اللي يعطيك الصحة حتى برشا حكايات ولا تجي من الصين وتجي من بالضبط اللي يخوف اكثر هو ساعات تلقى اللباس التونسي والباهت لكن فما نوعية التريزا ولا نوعية ماهيش ايدونتيتي نتاعنا وذاك يخوف اكثر لان يدخل في المنتوج ويولي معناها كما مرة برنامج ديما نحكي عليه مع الاتيديونات نتاعي برنامج مش لازم نذكره اسمه مي مع طفله صغيره حط لها ثلاثه اكلات قال لها بيتزا كسكسي مقرونه انا هي الاكله التونسيه قالت له بيتزا يعني هذا راهو النجم ياثر نهار اخر على برشا حاجات حتى في المنتوج نتاعنا في كل شيء هذا تو نحكيو عليه مش موضوع وزاد دوركم في بالي معناتها هذا هو الدور اللي توا وليت الخمسه انديريكتومون مش جوست ديفيلي يعطيك الصحه وذيك الكلمه اللي حبينا نوصلوا لها يعني الموضوع انه ننتقلوا من الخمسه ك
ارتيزانا فقط يعني بلي ميتي الكل مع يولي ان ترافاي دو جروب و ان ترافاي دو ديكسبيرتيز يعني خاطر كان باش نصدروا اللبسه يلزم عندنا لو بون باتروناج يلزم عندنا ليدونتيتي يلزم عندنا ثقافه ويلزم عندنا الصوره زاده كما عملوا جيراننا في موضوع واحد صغير نحن راهو هذه كلمة يلزمها توصل راهو نحن في كل مش ولاية بركة عنا عشرات اللبسات أنا اللي يجعلي قلبي برشا إنه كيف نشوف المهرجان مراكش القفطان اللي استدعوا فيه لي غران كرياتور بارتو دون لو موند معناتها أنا جو مي دوموند نقول خمسة ذهبية اللي عندها 20 سنة بوركوا أنا با في سا على كومونسي ودايور فما ان سكوب سنة عملناه عيطنا لواحد من ولادنا مهدي قلال اللي هو تونسي اللي انديريكتومون ورينا انه عندنا ولادنا شباب اللي عملوا البرة وخرجوا يخدموا في الباتريمون ما غير ما يظهر فولكلور دونك والفكره كان فيها زوز ابعاد البعد الاولاني انه عندنا شباب يخدموا وقاعدين نستقطبوا فيهم بشويه بشويه باش نعملوا اكليان ما بين الوزاره نقولوا نحن ولا الديوان بلوتو اي الشباب اي لو دوزيام بوين لو بلوز امبورطون سي دو مونتري اوسي كو عندنا كفاءات نجموا نوصلوا بها ونجلبوا وليداتنا خاطر عندنا برشا وليدات هما بيدهم ما يتبعوش شويه دونك نطلب شويه حلوا الباج نتاع الديوان ويجيو يشاركوا ميو كو دو ريستي سور لي بيريفيري ولا الواحد يقول وين ما ريناش دونك اون بي بارتيسيبي كيما بارتيسيبي الارتيزان لي ارتيزان وهذا مفتوح يعني في الباج نتاع الديوان موجوده وان شاء الله بيان سور برشا حاجات النجم نطوروها بتي تابسي. بس فؤاد معناها بكلامك وحتى انت مدام مشموله في السؤال هذا، معناها كيف انا موديليست وقاريه في ما نعرف في مدرسه من المدارس هذا ونحب اللبسه التقليديه نتاعي وعندي فكره خاصه واللي تحب انت، كي نجي للديوان زعما تستقبلوني ولا زعما يلزمني اكتاف؟ هذه حاجة الأولى، كيف نحب نشارك في الخمسة؟ اسكو لازم عندي كارير والا حتى يزي موديل برك عملته ونجم نشارك به؟ ثالث حاجة إذا كان أنا نحب من بعد كي تولي عندكم مهرجان نحب نصدر خدمتي لبرا، اسكو فما شروط أنه الكاليتي شنو ولا أنا بيدي شكون يا قبل كل شيء ديما نحكي على كتاف أو على الحكاية هذه خاطر عندنا برشا مصممين في تونس، عندنا برشا مصممين صغار، عندنا مصممين كبار، أما تحسها كلكو أسامي هكا هي اللي تتعاود بصراحة معناها، أنا نعرف الخمسة ذهبية من 2008 نواكب فيها، دونك هذا المعلومة اللي عندي، دونك كيفاش أنتوما نجموا تقولوا للشباب تويكا كيفاش ممكن رؤيتكم الجديدة نقولوا احنا رؤية بعد الثورة. دكتور بدا تحكي على بالنسبه اللي باش يشاركوا معنا في الخمسه اللي اوفيرت كيما قلت لك اوز ارتيزون لي زيليف من لي زيكول دو مود ديجا ينجم يكون هو اي اليف يقرا مازال ماهوش معروف وعنده ايلي معناها عنده لا بوسيبيتي فوالا ايلي دوي وينجم يشارك معنا في الخمسه ذهبي ويقدم لنا المنتج نتاعو با سوسي معناها ما فما حتى اشكال ذلك لونسي فويت جامنا فيه هذيا من البروغرام اللي قاعدين نخدموا فيه دو تيل فاسون انه اون فا روترافايي لا كومونيكاسيون في الدوي دونك فما برنامج كبير قاعد يتعمل وهذاك علاش نحن كي نشوفوا كي نحكيوا على الكوتي بوزيتيف ونيجاتيف دونك اترافير لي كوتي نيجاتيف كيفاش شنو نجموا نصلحوا سي لا كومونيكاسيون دونك باش نوسعوا اكثر لا كومونيكاسيون نحاولوا حتى ما نجموش نحكيوا عليه توا مي قاعد عندنا ان شاء الله اون ريونيون دو تيل فاسون فا شونجي ميم لا فورمول سيتادير نجم توالي كي البطوله ولا حاجه كيما نهكاي دو تيل فاسون كل غوفرنورا يعطيك الصحه ومن بعد هذايا مازال من مشمولات الديوان قاعدين نتناقشوا فيها على خاطر وصلنا ليتاب كما قلناها الخمسه ما عادش ولا برنامج كايفينمون يعني ولا هو بيدو نجم نقولوا بوليتيك مي برنامج على خاطر صورة تونس برا اكثر من صوره تونس برا برشا ناس ما يعرفوش انه القطاع نتاع صناعه التقليديه كان نخدموا في حقه يدخل اكثر من الفلاحه ان شاء الله ومن السياحه على خاطر كونت اون فوا لي غروند ما نقولش لي غروند ميزون ولا نقول انا اقل حاجه لي بيي دو بوفوار يعني وصلت البوفوار نتاعها بالارتيزانه نتاعها وان شاء الله ما يتفسخش هذا الكل سي ما تعرف على خاطر انا اليوم نزل جبه تونسيه راهو جبه تونسيه تريزه نتاعها سبيسيال وقماشها سبيسيال كيف نولي اي قماش واي تريزه واي حكايه وهكا جبه تونسيه هكا نصدر فيها زعما ودرا شنو هنا زاد انا وعمل فسخنا الصحيح يعطيك الصحه هذاك علاش من الكرسي هذايا نطالب لي جون الكل ولي زارتيزون زاده ما يستسهلوش ما يستسهلوش ويجيو يجيو يطلبوا المعلومه ويدخلوا ديوان محلول معناها للناس الكل ما فات حتى نسيت انا بدي يعني بارمي لي جون الواحد واكتشفت برشا حاجات كنت نسخايف فما باب هكا كبير وكل شيء نو ندزوا الباب ونتكلموا مفتوحين بيان سور فما برشا حاجات نصلحوهم وفما برشا حاجات نطوروهم ما يقعدش كلام بركه
خاطر سور لو تيران اي اون ا فيو بار رابور ا با مال دو كرياسيون فما مستوى طالع وفما زيدا منظور اخر اكتشفناه يلزمنا نعاونوا زيدا لي زارتيزون تاعنا اللي بعاد شويه من العاصمه والواحد يلزمنا نتعاملوا معاهم اكثر وهذايا ميساج على خاطر بحكم كنت نعيش في باريس الفكره اللي نحب نوصلها سي كو انديريكتومون راهو سي ان ترافاي دو جروب يعني ما يلزمش يكون الارتيزون اللي عم برودري وحده والموديليست وحده يعني سي ان ترافاي دو جروب خاطر في الاخر اذا باش نخرجوا باش نخرجوا لبسه اللبسه يلزم كل اركيتكتور يلزم فيها الروح يلزم فيها لابلون ويلزم فيها الاكسسوار والايدنتيتي ميرسي بوكو سي فؤاد المحير سي عضو لجنه التحكيم مدام سامية الفراتي المكلفة الإعلامية بديوان الصناعة التقليدية نرجع نحكيو مع مدام عفاف الشماخي باش تورينا وتحكينا على روبوت التصميم هذا آخر روب سواغي هذه الموديل روج اللي كان يحكي عليها سي فؤاد طلبوا منا الكولور روج كولور درابو معناها العلم التونسي أنا مغرومة ياسر باش نفركس في لي ديتاي نتاع اللباس التونسي معناها لي ديتاي نتاعو وتاثر الذوق نتاعي بالمعمار التونسي ديما عندي الكوتي هكا نميح ومره هذه ركزت على جزيره شويه جربه قبل خدمت على سيدي بوسعيد ومره هذه على جزيره اللي انا نجي منها حتى لبسه فيها كانت لي حلو فما اي ديجا كونتكست يعطيك الصحه مدام عفاف خدمت كالشباك بالفضه كلها حتى لي زاكسيسوار معناها من تصميمي انا يعطيك الصحة لذلك تسمع تقولوا من جربة معناها يلزمنا كيلوات ذهب براوة رد بالك راني جربية راني كنا جربة حتى سي فؤاد جربي جوست نحب نعرج على البغدغي اللي تحكي عليها للعفيف دو تيل فاسون راهو فما دي ديتاي يظهروا خفيف مي راهو عندنا برشا تريزات قاعدة تندثر دونك هذا من الحاجات اللي قاعدين نخدموا عليها ان شاء الله بقدره مدام سامي حبيت تقول حاجه حبيت نجوست نقول لك على ليديسيون ان شاء الله الجايين لي زيديسيون جايين احنا باش نفتحوا الباب للمستشارين يعني فما امكانيه باش يكون فما مستشارين باش يتبناوا الخمسه والا كاريمون منظمي هو يتبناها معناها اون انتيتي باش يمشيو للبريفي باش يكون فما فورمول اخرى معناها كما قال ماناش مسكين على روايحنا بالعكس سيدنا ممدوده للناس الكل نخدموا حاجه اخرى مي افيك ان اوتر نيفو يعطيكم الصحه مدام سامي الفراتي كي تلقاو مستشارين ابعثوا لنا منهم شويه ما عندك عاد تغلق نحتاجوهم العباد الكل مستشارين ميرسي بوكو مدام سامي سي فؤاد المحيرسي مدام عفاف الشماخي نشكر مدام ايمان بوبكر بن بوبكر اللي عملت لي مكياج ميرسي عايشك دونك نخرجوا فاصل ونرجعوا